وغير بكيلو د الليمون. حضري اكثر من 4 لتر من العصير خاطر ولديد وبلا مروره، هذا هو اللي ينفعك اللمه العائليه، يكفي ويوفي. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارطاج علاش لا، باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصوريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. وكنحتاجو كيلو ديال الليمون او البرتقال، غير منين نبغيو نقتنيوه ما نقتنيوش هذاك اللي فيه الجلفة او القشور ديالو يكونوا غلاض، يكونوا رقاقين داك النافيل ديال العصير من الاحسن، لاننا غنستعملو حتى القشره ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا كيلو ديال الليمون اللي غنغسلوه مزيان مزيان، واحد شويته او بشي حاجه اللي كنغسلو بها الفواكه والخضر، نغسلوه مزيان مزيان مع قطرات من الخل ونخليوه في الماء تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، عاد كنرجعو نشلوه من داك الماء اللي كان فيه الخل. كيف ما كتشاهدوا معايا كنخليوه بالقشره ديالو، كنقطعوا هنايا حبه البرتقال، كنحيدوا غير داك الخيوط اللي تيكونوا في الوسط وكنقطعوا القطع صغيره. كذلك في داك كيلو، في كل كيلو ديال البرتقال كنحتاجوا حبه من الحامض او قرارس اللي كذلك تنخليوه بالقشره ديالو، كنحيدوا غير داك الجزء السفلي والعلوي، وكذلك تنحيدوا داك العظام بشكل تام، لان غير عظم واحد غادي يسبب لينا المروره في هاد العصير. وغنعطيكم سر باش ما تبقاش المروره نهائيا رغم اننا درنا الكيلو ديال البرتقال بالقشره ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا كنوضعوه في واحد الطنجره او في طنجره الضغط او جميله اللي متوفر عندكم، وكنديروا معاه 2 لتر من الماء، يعني داك كيلو ديال البرتقال كنديروا 2 لتر من الماء، والزوج لتر من الماء الاخرى كنحتفظوا بها من بعد. عندي هنايا نص كيلو ديال السكر، ما كنديروا لا نكهات لا حتى شي حاجه، كنوضعوا على النار اللي تكون مرتفعه عادي وكنخليوه يغلى لينا مزيان. انا في هذا الجزء هذا راه خليته غلى وحيدت منه الكشكوشه، ضروري ما نحيدوا داك الكشكوشه البيضاء ملي كتكون كطلع، هو السر الاساسي بغض النظر على العظيمات ديال البرتقال او ديال حبه ديال الحامض، ضروري ما نحيدوا داك الكشكوشه البيضاء اللي كتكون لينا وكتطلع في الغليه الاولى، كتبان هذيك غير في الغليه الاولى، الا سهيتوا عليها ورجعتوا غتلقاوها غبرات ما بانتش، راه هذيك اللي كتركز لينا المروره. ضروري ما نحيدوا داك الكشكوشه الاولى تماما، ونخليوه تقريبا ما بين 15 حتى 20 دقيقه، حتى ملي كنجيو نلمسوا داك الحبه ديال البرتقال تيكون طري بحال اللي راه طايب، النيت كيكون طايب. وداك نص كيلو ديال السكر في كيلو ديال البرتقال وربعة لتر اكيد ديال الماء، كيف ما شاهدتوا معايا درنا غير 2 لتر ديال الماء، ومنين طاب ليا وغلى زدت درت لتر ونصف، درت لتر ونصف يعني في المجموع ديال الماء تقريبا ما بين 3 لتر ونص حتى 4 لتر ديال الماء، اللي كيعطينا واحد الكميه وفيره من العصير. انا خليت تعمدت نخلي داك الكميه ديال الماء هكاك بارده باش منين كنسلقوه او كنطيبوه ما نتسناوش نبقاو نديروا الروطان، نتسناو عليه حتى يبرد لينا باش نطحنوه في الخلاط الكهربائي باش ما يتكسرش لينا او باش ما يطرطقش لينا الخلاط الكهربائي. خليت تعمدت نخلي داك الكميه ديال الماء حتى طاب ليا وضفتو ليهم باش بحال اللي كنبرد داك السائل. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذوا هنايا الخلاط الكهربائي وكندير واحد الكميه لا باس بها مع الماء، يعني نهزوا الليمون والماء ديالو وكنطحنوه مزيان مزيان، ضروري ما نطحنوه مزيان مزيان، نديروا الكميه ديال الماء غير قليله باش يتطحن لينا، ما نكثروش الماء. كيف ما كتشاهدوا الجميله حدايا راه باقي فيها الماء، غنديروه في الاخر. من بعد ما كنطحنوا داك الكميه بشويه بشويه كناخذوا هنايا الصفايه اللي تكون رقيقه، انا عندي هاد الشبيكه فيها العيونات كبار، كنستعين بهاد الغريبين باش كيخرجوا لينا مصفي وكيجينا عاقد. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نصفيه بهاد الطريقه هذه بالغربال مزيان مزيان، ونرجع نطحن الكميه الاخرى. بالنسبه لهذا العصير هذا راه كيجي منعش ورائع جدا، وانا متاكده غتجربوه وغتعتمدوه في المات العائليه ملي كتكون العائله مجموعه، وكيكون عندنا غير كيلو د الليمون وكنحتاجوا واحد الكميه لا باس بها من العصير نتعشوا به، علاش لا ما نحضروش
بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نكمل الاجزاء كلها، يعني كنطحن بشويه بشويه وكنصفي. من بعد ما غادي نصفيوه اكيد اكيد غادي نديروه حتى يبرد، لان هذا الخليط ديالنا العصير راه ساخن، نديروه يبرد على قدر الامكان، نديروه في قريعات نخليوه يبرد. وهذا العصير هذا من الاحسن ما يباتش، يعني يتناولوه في نفس النهار. لهذا كنحضروا هذه الكميه كبيره للمات العائليه، سواء حضرناه في رمضان او حتى في الصيف، علاش لا، غنحتاجوه يعني بكثره. كيف ما كتشاهدوا معايا خرج لينا اكثر من 4 لتر من عصير البرتقال، يعني بطريقه راها سهله وجد اقتصادي. بالنسبه لكميه السكر لكم فيها الاختيار، وكذلك اللي بغى يزيد نكهه الزهر او الفانيليا لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا هاد القرعات عندي فيهم لتر لتر لتر، وداك القرعه الكبيره راه فيها تقريبا لتر ونصف وزياده، انا عطاني المجموع 5 لتر من العصير. اللي ممكن كذلك ما نخليوش هكا ساكن مزجوه، يعني ناخذ كل لتر مزجوه مع شويه ديال الموز او الفريز او الخوخ لك الموسم ديالو. ممكن ننوعوا غير بهاد 5 لتر ديال العصير، نعطيو كل لتر النكهه ديالو بوحدها. واكيد الا ضفنا كل لتر مثلا تفاح، واحد جوج تفاحات، او كل لتر جوج البنانات او شويه ديال الفخيز، كنحصلوا على باناشي، او كنحصلوا على كل لتر بنكهه مميزه. لهذا سيداتي جربيه والله ما تندمي عليه. وما تنساوناش من لي لايكات ديالكم باش تشجعوني نزيد نعطي احسن ما عندي، وديروا لي واحد الزوم على الخطوريه كيجي رائع جدا، اللي جاه ثقيل خاطر وممكن يزيد الكميه اضافه اخرى من الماء. تمنينا لإعجابكم الفيديو ديال اليوم، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.